حشرة صغيرة تنجذب للضوء وتتهافت عليه، فإذا اقتربت منه احترقت. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بهذه الحشرة التي تتساقط في النار، وهو عليه الصلاة والسلام يبعدنا عنها ولكننا ننفلت منه. وقد صور الله سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة وهلعهم بهذه الحشرة المبسوسة في كل مكان، فهي تطير بسرعة كبيرة وفي كل اتجاه. ولا عجب، فيوم القيامة يوم مشهود، والإيمان به أمر معلوم، فيه أحداث عظام وأهوال جسام. وقد ورد ذكر أسماء عديدة له، منها أنه يوم الدين والفصل والواقعة والقارعة والصاخة والحشر والتغابن. فيه يفصل الله بين الخلائق بالعدل، فيحاسب كل مخلوق عما قدمت يداه. وقد ورد ذكر هذه الحشرة في القرآن الكريم مرة واحدة. سؤال الحلقة: ما اسم الحشرة التي شبه الله حال الناس وفزعهم وتشتتهم يوم القيامة بها؟